حاب اعرف منك اكثر ست ليلى بوجودك معنا، شو اسرار او شو اخر موضه بعالم الازياء؟ خبرينا. يعني بدنا نحكي فول 2019 وينتر، بفتكر انه مثل ما قالوا انه جاي فروزن ويذر، ودائما في تاثير ودي ريسبوند الديزاينرز الكبار لهيدا الشيء. بنلاحظ انه اتجهوا نحو التياب السميكه، الكبابيت الفلاولس الكبيره والضخمه، صوف كثير بنشوفه متواجد، وبذات الوقت في عوده لشيء كثير مهم علي، وهو لو بتعرف شو، عودة الميني جيب والميكرو جيب حتى بالشتاء. وحتى منلاحظ انه في تنانير كتير ترانسبيرنت، فيها كتير قماش، ولكن السايد المفتوحة دايما بالليكس من عم بيبينوا، معناتها بدنا نقول للسيدات انتبهوا لإجريكم السنة، لازم تنتبهوا لأنه في يعني كتير قصير، لازم يلبسوا شوية فارو ولكن بدهم ينتبهوا ليعملوا رياضة، يعملوا بايسيكل سويمينج. هلا قصير بيتوجب للسيدات انه يلبسوا بوتس عاليين ومتنانير الطويله يلي مفتوحه المسنين، بدنا نكون اكثر بتين الشوز وشوي انكل بوت. في عوده للشعر البني، في عوده للرجل دائما الشعر اعلى من فوق واقصر من الجوانب، ما بنشوف كثير تلوين بالشعر. في بالنسبه للتيب اذا بدي ارجع اتذكر اكثر، طول الشعر لأول الكتاف وستريت وتمشطه مثل ما بدك. بتبلش لس فوليوم على بكرة، بتزيد الفوليوم خلال النهار لليل. وبذات الوقت في شيء كتير مهم، عودة البيادو بول، المربعات بيادو كوك، برنس دو غال بجمال كتير حلو. وفي الموضة كأنها عم تقول يلو، اتس يلو فيترينيتون كتير، فيها أصفر فيها أخضر، كمان في النيوك كالور صحيح أصفر والأورانج والأخضر، وهيدا شيء حلو كتير. وبزيت الوقت بتلاحظ عند السيدات هالبونتالون الواسع، عند الرجل بعده الضيق والقصير بعده. عند الرجل لاحظنا شيء كتير مهم، في لون جديد دخل يلي هو النيلي والبلم، وهيدا شيء لحتى لك إياه علي، يمكن تختار شيء منه لأنه هاللون بيليق لكل الرجال مع الستاندرد موضة الموجودة.